اجتماع اللي دعاكم إلى صدام حسين، رحتوا لقيتوا قاعد وراء صدارة الطاولة ولكن في كرفان، أكيد هي لأغراض أو إجراءات أمنية يعني، الرضوانية مو قليل القصور بها. على كل، في هذا الاجتماع صدام حسين بكى، شنو اللي صار بالضبط؟ ليش بدأ الكلام دكتور همام نائب رئيس المنظمة وسرد إيجاز عن تقدم العمل في موضوع التخصيب، واختتم الموضوع بأن احنا قلنا هذا عام 85 شهر 4، يعني بعد الضربة بأربع سنوات، شهر 4 85 قال له أنه احنا بدنا نتقدم بالعمل ونتوقع سنة 90 نحقق شيء مهم. هذا الكلام ما جاء طاري القنبلة للعلم، يعني لأن على بعض الأخوان يصورون أنه جاء طاري على القنبلة، ما جاء طاري على القنبلة، راح نحقق شيء مهم. فالرئيس السابق في حينها أدمعت عيناه بشكل واضح، يعني أدمعت عيناه على بس لأنه قال راح نسوي شيء، لأن يعني أكيد يعني قال راح نسوي كذا كذا كذا، لا هو الوعد أنه راح نوصل إلى شيء مهم ذلك التاريخ، شيء مهم قد يفهمه البعض هيجي أو هيجي، ولكن هو غرغرت عيناه لسبب واضح، أنه يقول لك إحنا سنة 90 راح نمتلك ناصية التكنولوجيا النووية إن كانت بمفهوم المواد المخصبة بس أو في عند البعض السلاح النووي، عند البعض مو شرط عند الكل، فشيء مفرح، فهاي دموع الفرح يبدو هكذا. بس هو يعني دكتور همام وكذلك الدكتور جعفر كانوا ما من يعني كأنتوا كأعضاء لجنة ما مخليكم تطلعون على شنو هذا اللي راح يصير، ولا أن هم يعني أصلاً هم فاجأوكم وفاجأوا الرئيس صحيح بهذا الكلام صحيح، وأنا لمست أنه أنت عندك امتعاض من هذا الموقف. لا إحنا في حينها تفاجئنا، كانت دفاتر أمامنا ما سجلنا شيء، ما نعرف شنو القضية، يعني هو المفروض القرارات تصدر من لجنة طاقة ذرية هكذا تعريفه بالقانون. أي صحيح زين، لكن في هاي الحالة مرر هذا التقرير وطرح بدون أن يمر باللجنة. فمن رجعنا دكتور رحيم الله يرحمه وأنا أخذني معه ورحنا يم دكتور قبل ما تطلعون من الاجتماع، نعم، أو قبل ما ترجعون مثل ما تريد، نعم، تكمل. لا انتهى الاجتماء، حامد حمادي جمع الدفاتر اللي عندكم، نعم. ليش ما هم طلعنا يعني تسجيل ملاحظات؟ احنا لم نسجل شيء، يعني أنا بالحقيقة ما أعرف شن، تفاجأنا تماما بالخبر، جمعها توجيه من الرئيس ما أعرف، بس جمعها، يعني ربما أحد كاتب شيء يريدون يستفادون منها ما أعرف، جمعوها هم يعني دفاتر صغيرة هي جهزت من قبل حامد حمادي، مو من عندنا، من السكرتير المرحوم حامد حمادي، ايه؟ توفى هو الرجل قبل فترة قصيرة، فجمع منكم الدفاتر وراها كرمنا الرئيس كل واحد سيارة مرسيدس وكرفان، وطلعنا رجعنا للتويثة بالتويثة دكتورة. لا دقيقة هاي مال المرسيدس لا تعبرها استعبار خلنا وقف يمها انتو ستة مو قلت، نعم، هداكم ست سيارات مرسيدس حديثة حديثة مع قاطرة، شنو القاطرة؟ كرفان. كرفان انت ذاكرها بالكتاب قاطرة، كرفان على سيارة، هذا اللي يربط بال، لا لا هو كرفان، هو كرفان سيارة، نعم هو كرفان اي، وكذلك مو بس انتو حتى المدراء العامين، المدراء العامين ايش قال عدد المدراء العامين؟ دكتور نعمان، دكتور عبد القادر، واستاذ خالد الله يرحمه، خالد جميل، هاي ثلاثة. هم اصلا يعني اصلا ما كانوا حاضرين الاجتماع، ما كانوا حاضرين، لا بس هو يعني مجموعكم اقل من 10، اقل من 10. انت السيارة وين وديتها؟ انا استغليتها، استخدمتها، تستخدمها اي، والكهرباء انا استخدمتها ايضا ايضا. Thank you.